بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا جبل الدخول المشهور، وهو من جبال الجزيرة العربية، ويقع في الجوفرة شرق رانيا بما يقارب 150 كيلو، مع تحية دحيم محمد بحضور الأخ محمد المحسن والأخ سعد المحسن. وفي هذه الجولة البرية لا نقول إلا نسأل الله يديم على نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا ويحفظ جميع المسلمين. وجبل الدخول من جبال معروفة، وهو من جبال الجزيرة العربية، وقد ورد ذكره في بعض الأشعار العربية وبعض الكتب التاريخية. فأسأل عز وجل أن يغيث هذه الديار بالأمطار، ويغيث قلوبنا بالإيمان، إنه على كل شيء قدير. وهذا السد، وهو القرب من هذا الجبل، وهذه الأبار نسأل الله أن يجزى من حفرها خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. بسم الله ما شاء الله. وهذه أحد الأبار القديمة، وهذا جبل الدخول كما أسلفت، وهو من جبال الجزيرة العربية، ويحيط به بعض الأبار لجمع المياه. فأسأل عز وجل أن يغيث هذه الديار بالأمطار، ويغيث قلوبنا بالإيمان، إنه على كل شيء قدير. وأذكر نفسي وأذكركم بقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوث، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. وهذا كما أسلف جبل الدخول، وهو من جبال الجزيرة المعروفة. نسأل الله يغيث هذه الديار بالأمطار، ويغيث قلوبنا بالإيمان، وأسأل عز وجل أن يجزى خير الجزاء من حفر هذه الأبار، إنه على كل شيء قدير. مع تحية دحيم الحماد في يوم 15/4/1434 هجرة. ونشكر الأخوين محمد بن محسن والأخ سعد بن محسن الذي أتوا بنا إلى هذه الديار، جزاهم الله خير الجزاء. جبل الدخول من الجبال المعروفة، وقد ورد ذكره في بعض الكتب التاريخية وبعض الأشعار العربية الذي لا تحضرني الآن. وفي الختام أستودعكم الله، ودائع.